بعد انقضاء ليلة العاصفة الأولى، مواطنو المهرة على موعد مع سيول تزداد خطورة بحسب المحافظ راجح بكريت الذي دعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر. السيول بحسب المحافظ جارفة وقادمة في وادي الجزع، وسيول أخرى قادمة في أودية قشن وسيحوت والمسيلة. خسائر وأضرار كبيرة خلفها إعصار لبان، ليس فقط في ممتلكات المواطنين بل أيضا في البنية التحتية التي لم تقي المواطنين شيئا من مخاطر الكارثة، بل كشفت قصورها وعجز مؤسسات الدولة. أكثر من 2000 أسرة عالقة فوق أسطح المباني بسبب السيول، و17 شخصا بينهم أطفال ونساء عالقون في منازلهم بعد أن حاصرتهم السيول في مديرية شحن. أوضاع دعت السكان ومسؤولين حكوميين إلى إطلاق مناشدات لإنقاذهم، مناشدات أسفرت عن تدخل الطيران اليمني الذي، وحسب ما أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنه من إجلاء أسر كانت عالقة عقب محاصرة السيول للمدينة وتهدم عدد من المنازل. ويواصل إجلاء المواطنين العالقين في عدة مناطق بالمحافظة، في حين أظهر فيديو آخر رفض أبناء المهرة العالقين صعود الطيران السعودي الذي قدم لإجلائهم. ووفقاً لمصادر محلية فإنه، وبرغم ما يمر به الناس من لحظات عصيبة، إلا أنهم رفضوا عملية الإجلاء تلك برغم حاجتهم الماسة لها، في موقف يعكس حالة الاحتقان الشعبي في المحافظة ضد التواجد السعودي المريب فيها. على هذه الأرض التي أعلنتها الحكومة منكوبة يلوح المئات من السكان رافضين، وما زالوا ينتظرون من الشرعية القيام بدورها تجاههم وإنقاذهم من كارثة محققة.